بيبقى عندك مشكلة وعايز تلاقي لها الحل، او عايز تجيب فكرة لموضوع معين وقاعد عمال بتفكر كتير 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 بس مش بتلاقي الحل، مع انك فعلا بتفكر ويعني بتعمل مجهود بس ولا اي حاجة بتحصل. بتزهق بقى وتروح تعمل حاجة بسيطة زي انك تاخد شاور او الاستحمام، وفجأة من غير اي مقدمات بتلاقي فكرة عبقرية جت ونورت جوه دماغك، وتكون هي فعلا الفكرة اللي انت كنت بتدور عليها. تستغرب جدا لانك اصلا ما كنتش بتفكر في الموضوع، فليه ده ممكن يحصل معايا ومعاكم كلكم؟ خليني اقول لكم ان الموضوع ده ليه 3 اسباب علمية رئيسية بتخليك مبدع في الوقت ده. اول حاجة ان مخك وانت بتاخد شاور بيبقى في ستريس فري، يعني مش مضغوط ومسترخي جدا، ده من صوت المية الجارية للضغط البسيط على الجسم، وكمان خصوصا دوت يعني لو المية دافية، فكل الحاجات دي بتخليك مسترخي جدا. وطبعا وانت مسترخي تقدر تجيب افكار احسن، لاننا واحنا مضغوطين بنكون مش عارفين نفكر وتحس ان مخك واقف. تاني حاجة، دكتور أليس فلاريتي نيوروساينتست او عالمة اعصاب في جامعة فيرفيلد قالت ان في الوقت ده الدوبامين بيفرز في الجسم. الدوبامين ده عبارة عن نيوروترانسميتر اللي هو ناقل عصبي بيوصل شعور معين ما بين الاعصاب لحد المخ، فبتحس بحاجة معينة. الدوبامين ده الهابي هرمون او هرمون السعادة، فلما بيفرز في الجسم بيحسسك بالسعادة، وطبعا واحنا مبسوطين بنفكر احسن وبنحل مشاكلنا. تالت حاجة، دكتور شالي كارسون باحثة في جامعة هارفارد قالت ان في حالة كده اسمها حالة الامتصاص بتبقى في المخ، وانت كنت عمال بتفكر كتير مخك اللاواعي امتص كل الافكار دي، في منها طبعا افكار ملهاش لازمة وفي افكار كويسة، فالمنظر بيبقى عامل زي كده لخبطة كتيرة جوه مخك، فوانت مسترخي على الاخر مخك بيبتدي يجيب او يجمع البوينتس الكويسة من الافكار ديت وينقلها من العقل اللاواعي، ينقلها لك للعقل الواعي بطريقة منظمة وبتجيب لك الفكرة واضحة وصريحة. عشان كده فجأة بتلاقي الفكرة ظهرت وانت اصلا ما كنتش بتفكر من الموضوع في الموضوع، عشان انت كنت مشتت عقلك وما كنتش قاصد تجيب الحل. فبعد كده لما تكون محتاس ادخل خد شاور، هتلاقي نفسك جبت الموضوع ومنها نظافة كمان. شكراً.